كم ورحمة الله وبركاته لكم متابعينا الكرام متواجدين في القناة تاعنا على اليوتيوب سوناتيك ودي زاد وعلى صفحتنا سوناتيك دي زاد أيضا على الفيسبوك. في هذا الفيديو كما شفتوا في عنوان الفيديو راح نطرقوا إلى وش هو جديد في السيرفر في أي بي بعد عودة السيرفر من جديد في هذا الموسم الكروي الجديد 2023-2024. أكيد في جديد مع إضافة لبعض أشهر لهذا السيرفر. ما هي القنوات اللي راح يفتحها هذا السيرفر وش هي الإضافات الجديدة لهذا السيرفر في حال ما تريد تجديد هذا السيرفر؟ لكن قبل البداية هذه الصفحة تاعنا سوناتيك دي زاد صفحة جديدة بعد غلق الصفحة القديمة سوناتيك اللي كانت تتجاوز 30,000. مرحبا بالجميع في الصفحة تاعنا جديدة. سجلوا رابط الصفحة أسفل الفيديو في الوصف. راح نقدمكم لمحة عن جديد الصات وأجهزة الاستقبال وقنوة نقل المباريات اليومية مع التردد والقمر. نبدأ على بركة الله. كما راكم تشوفوا هنا هذا هو المنشور قمنا بوضعه قبل قليل، شرح كامل لنظام الفي اي بي وجديد هو لكل شخص يريد عمل ابونمون لهذا السيرفر. أول شيء تم إضافة اشتراكات أو مدة زمنية كبيرة حيث يتوفر مدة شهر يعني بين قوسين 40 يوم وأربعة أشهر وستة أشهر ومدة سنة، وكل مدة بالسعر الخاص بها تتراوح 40 يوم حوالي 120، أربعة أشهر 260، ستة أشهر 450، وعام 750 حسب الباعة اللي يتم وضع السعر الخاص بهم في حال ما قمت بتجديد الفي اي بي. اذا كان عندك معالج فوريفر ام اي فتحصل على جميع الحزم اللي يفتحها الخادم من ذلك سكاي الثلاث الايطالية الالمانية المملكة المتحدة، من بين قوسين المعالج اللي يتواجد او سيرفر فوريفر برو اللي يتواجد على اجهزة الاندرويد. ثانيا اذا كان لديك جهاز فوريفر العادي فتحصل على جميع الحزم يفتحها الخادم من ذلك الحزمة سكاي الإيطالية لكن بجودة الاس دي وليس بجودة الاتش دي. اذا كان عندك فوريفر عادي مثلا اذا كان عندك ستارسات 9000 او جيون امكات ميني ايفو او الامكات او الدوميل هايبريد لغير ذلك او الدوميل سانسون هايبريد ايضا راح يفتح لك الفي اي بي العادي اللي يفتح لك باقة الافريقية القمر الصناعي 36 شرق. ايضا سيعمل معك تطبيق الابولو اذا فعلت تطبيق او فعلت السيرفر في اي بي راح يشتغل معك الابولو بنفس المدة اللي فعلت بها الفي اي بي. مثلا اذا فعلت في اي بي مدة 40 يوم راح يشتغل معك الابولو مدة 40 يوم، اذا فعلت الفي اي بي مدة 14 راح يشتغل معك الابولو مدة 4 اشهر. أكيد مع استعمال خاصية إيبوتوسات بالإضافة للترجمة الفورية والعديد من الميزات أيضا ميزة الصوتيات. بالنسبة للأجهزة الحاملة للسيرفر فانكام، بمجرد اشتراكك في سيرفر في أي بي راح تعمل معك الحزمة الإفريقية دي إس تي في بالإضافة لجميع القنوات اللي تعمل بامتداد أكود، يعني راح تفتح مثلا قنوات الأواسان قنوات النوفا الى غير ذلك نوفا المتواجدة على قمر اللوت بيرد. اكيد راح يضيف لك الابولو المدة اللي جددت بها الفي اي بي وكما قلنا خاصية الايبوتوسات بالاضافة الى الترجمة والصوتيات. هنا بعض الملاحظات الصغيرة، يمكنك يمنحك اشتراك في اي بي رمز لمدة شهر واحد 40 يوم، يمنحك اشتراك 3 اشهر 4 اشهر لحظة التنشيط، هذه بصفة عادية. كما قلنا لمحة صغيرة، دفعت الفي اي بي بصفة عامة راح يشغل لك جميع القنوات من القنوات البنفسجية المتواجدة على قمر نايسات وباقي الأقمار مثل أسترا ولوت بيرد والهيسباسات وطور ويفتحهم لك بصفة عادية جدا. لكن حاليا السيرفر قيد التشغيل، أنا في الحقيقة قمت بتفعيل السيرفر لمدة 40 يوم حاليا يشتغل بثبات مدة أسبوع، يشتغل بثبات دون أي توقفات. وأي جديد سنقوم بوضعه على صفحتنا في الفيسبوك سوناتيك متواجدة على صفحتنا في الفيسبوك. سجلوا رابط الصفحة كما قلنا أسفل الفيديو في الوصف. مرحبا بالجميع.